شرع صندوق الحماية الاجتماعية منذ مطلع العام الجاري في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية بما اشتمل عليه من فروع للتأمين ومنافع الحماية. وفي هذا الجانب استعرض الصندوق خلال لقاء إعلامي منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالمنفعة وإجراءات الحصول عليها والحالات المستحقة بناء على اللائحة والاشتراطات. طبعاً منظومة الحماية الاجتماعية هي منظومة شاملة تهدف لحماية الفرد والأسرة وتوفر تغطية شاملة وكاملة لجميع مراحل اللي هي الحياة. طبعاً منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة هي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي صدرت بمرسوم سلطاني 52/2023، وهي عبارة عن منفعة شهرية مالية قدرها 130 ريال عماني لكل شهر، طبعاً إذا توافرت شروط الإعاقة. تأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في اللقاء الصحفي الذي يتم عقده اليوم بمشاركة صندوق الحماية الاجتماعية ووزارة الصحة لتوضيح لكافة أفراد المجتمع عن دور الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وكذلك توضيح مسار استخراج بطاقة شخص ذي إعاقة وما هي الآليات والإجراءات المراد توضيحها لكافة أفراد المجتمع. وقد عمل صندوق الحماية الاجتماعية على مراجعة لحالات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مسترشدا في هذا الجانب بالعديد من الخبرات والتجارب المحلية والدولية ليخلص في هذا الشأن إلى اقتراح إجراء العديد من التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالمنفعة، أبرزها تعديل نص المادة 38 التي حددت حالات الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقة للمنفعة، لوضع حوكمة شاملة لمنظومة الأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص في برنامج تقييم الإعاقة. والشركاء طبعا هم وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق الحماية الاجتماعية. فكان القصد منها أن موائمة المعايير العالمية والدولية وأيضا بما يتناسب مع البيئة العمانية تم وضع هذه المعايير، وهي طبعا معايير طبعا عبارة عن تقييم الإعاقة، وهي تشمل التقييم الطبي، التقييم الوظيفي، التقييم البيئي، والتقييم الاجتماعي. ولقد امتدت التعديلات لتشمل نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية تضمنت آلية تحديد الحالات التي تتطلب التقييم المبني على أداء الوظائف لغرض استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صلاحية صندوق الحماية الاجتماعية في إعادة التقييم الطبي والتقييم المبني على أداء الوظائف وصلاحيته، كذلك في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقف صرف المنفعة وإعادة صرفها بحسب الأحوال.